طيب في الماكسيمم فاليوز والمينيمم فاليوز او القيم العظمى والصوره للدلة، لو حبينا نجيب الايه، نحدد النقط الحركه او الكريتيكال بوينتس، ونحدد الايه القيم العظمى والصوره اللي هي الماكسيمم والمينيمم بوينت للفانكشن زي دي. طيب اول حاجه انا المفروض اجيب الفيرست ديريفيتيف اللي هي المشتقه الاولى. طب انا لو جيت اجيب الفيرست ديريفيتيف ما ينفعش اجيبها والمنظر عامل كده. طب امال اعمل ايه بقى؟ اعدل منظرها الاول. طب تعدل منظرها ازاي؟ اقول له اف اوف اكس ايكوال، طيب ده كيوبيك روت اكس باور 4، هشيل انا الروت واخد اللي جوه على اللي بره، يبقى ده اكس باور 4 اوفر 3. طب هنا ادي 4، هشيل الروت واخد اللي جوه هنا كأن في 1 على اللي بره. طب هنا هشيل الروت واخد اللي جوه على اللي بره، اه بس ده موجود تحت في المقام او الدينومينيتور، لازم اطلعه فوق باس سالب، يعني ده هيبقى ايه؟ المفروض اكس باور 2 اوفر 3 بس منه تحت يطلع فوق، يعني ما يكتبش اكس باور 2 اوفر 3، لا يكتب باور نيجاتيف 2 اوفر 3، لانه يعتبر هو باور 2 اوفر 3 بس منه تحت، عشان نطلعه فوق جنب الفور نغير الساين بتاعه. طب هو ممكن يجيب لي المساله من اول كده وممكن يجيبها لي من اول كده. طيب والله لو جابها لي من اول كده يبقى تمام، جابها لي من اول كده برضه انا اقدر اعدلها وايه واوصلها ان شاء الله. طيب هبتدي بقى اجيب الفيرست ديريفيتيف. طب الديريفيتيف هجيبها ازاي؟ اف داش اوف اكس زي ما اتفقنا كان في هنا 1، انا بعمل 4 اوفر 3 تايمز 1 4 اوفر 3، بكتب الاكس واجعل الباور دي اعملها ماينس 1، يعني اعمل 4 اوفر 3 ماينس 1، هلاقي الكالكوليتر قالت لي 1 اوفر 3. طب هنا اعمل 1 اوفر 3 تايمز 4 هيقول لي 4 اوفر 3، وبعدين هكتب الاكس واعمل 1 اوفر 3 ماينس 1 هتديني نيجاتيف 2 اوفر 3، يبقى الباور اللي عندي بعملها ماينس 1، الباور اللي عندي بعملها ماينس 1. طب هنا هعمل نيجاتيف 2 اوفر 3 تايمز 4 هيقول لي نيجاتيف 8 اوفر 3، وانزل الاكس واجعل الباور دي اكتب نيجاتيف 2 اوفر 3 ماينس 1 على الكالكوليتر، يعني الباور اللي عندي اوريدي اعملها ماينس 1 هتطلع نيجاتيف 5 اوفر 3. كويس كده، كده انا جبت الفيرست دريفت. طب عايزين نساويها بزيرو، طب سويها بزيرو 4 اوفر 3 اكس باور 1 اوفر 3 بلس 4 اوفر 3 اكس باور نيجاتيف 2 اوفر 3 ماينس 8 اوفر 3 اكس باور نيجاتيف 5 اوفر 3 ايكوال زيرو. مبدئيا مجرد ما الاقي عندي ايكويشن كده وعندي الكوفيشنتس كبيره كده اشوف، والله لو 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 المعاملات دي كلها نفعت ديفايدد حاجه واحده، يعني عملت نفعت نفس القسمه على حاجه واحده زي ايه؟ كلهم ينفعوا اقسمهم على 4 اوفر 3 اهو، اقوم اقسمهم كلهم على 4 اوفر 3. يعني ايه؟ عشان ابسط المساله شويه. انا لو قسمت ده على 4 اوفر 3 ديفايدد 4 اوفر 3 هيطلع 1، يعني تشيك. طب ولو عملت ده ديفايدد 4 اوفر 3 هيبقى 1 لانه ديفايد نفسه، فهتبقى كانها كده اكس بار نيجاتيف 4 اوفر 3. طب لو عملت ده ديفايدد 4 اوفر 3 هيقول لي نيجاتيف 2. يعني هعمل نيجاتيف 8 اوفر 3 ديفايدد 4 اوفر 3 هيقول لي نيجاتيف 2. ودي اكس باور نيجاتيف 5 اوفر 3 ايكوال زيرو. كويس قوي. طيب بعد كده اعمل ايه بقى؟ لما الاقي ده عنده اكس وده عنده اكس وده عنده اكس بناخد اكس كومن. كومن يعني ايه؟ يعني بناخد اقل باور فيهم او اقل اس فيهم كومن. ازاي؟ طب مين اقل باور فيهم؟ دي لان معروف ان النيجاتيف هو اصغر حاجه، وبعدين نيجاتيف 5 اوفر 3 اصغر من نيجاتيف 2 اوفر 3 لان النيجاتيف عكس البوزيتيف. طيب فانا هاخد اكس باور نيجاتيف 5 اوفر 3 دي هاخدها كومن او عامل مشترك. طيب لما باخدها كومن ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان انا باخد كل واحده من دول تتعمل ديفايد عليها. يعني ايه؟ المفروض اخد اكس باور 1 على 3 اعملها ديفايدد اكس باور، لو انا عملت كده بس اكس باور 1 على 3 ديفايدد اكس باور نيجاتيف 5 على 3 ايه اللي بيحصل؟ باخد اكس واحده وبعمل ماينس للباورز، يعني هعمل 1 اوفر 3 ماينس نيجاتيف 5 اوفر 3. طب ما هو نيجاتيف نيجاتيف دي بوزيتيف، يعني انا عملتها على الكالكوليتر هتطلع اكس باور ايه؟ لو عملت ده كده على الكالكوليتر هيديني باور 2، يبقى كان دي اكس باور 2. طيب خلصنا من دي. طب نيجي نبص بعد كده،
لو انا عملت دي ديفايدد دي على الكالكوليتر برضه نيجاتيف 2 اوفر 3 ماينس نيجاتيف 5 اوفر 3 على اه طلعت لي 1 كويس، يبقى دي بقت اكس. طيب لو عملت دي على ديفايدد دي على الكالكوليتر اصلا مش محتاجه كالكوليتر لان دي زي دي فيتشالوا مع بعض هنفضل نيجاتيف 2. كويس جدا، يبقى انا كده عندي ايه بقى؟ الباور اللي هي كانت عامله لي مشكله اللي هي الكبيره دي ما عادتش مشكله. طيب المفروض بقى ناخد بالنا من حاجه عشان نريح دماغنا. لما الاقي الاكس هنا بره البراكت ولوحدها مش بلس حاجه ولا ماينس حاجه، لما الاقي الاكس بره لوحدها كده اللي هي بلس حاجه ولا ماينس حاجه وعليها اي باور، اي باور اعرف ان الاكس دي بزيرو على طول. يبقى دايما الاكس اللي بره البراكت دي سواء كان اكس باور 2 اكس باور 3 اكس باور نيجاتيف 5 باور 3 اكس باور نيجاتيف 2 اي باور او جنبها كوفيشنت يعني جنبها رقم هنا 2 اكس 3 اكس طالما مش معموله بلس حاجه ولا ماينس حاجه اعرف ان دي بزيرو على طول. طب بالنسبه لدي دي محتاجه تعملها فاكتورايز، دي لو هتعملها فاكتورايز ايه اللي هيحصل؟ طب تعملها تو براكتس كده. المفروض انا كنت اسيب دي جنبها كده على ما اعمل لدي ايه؟ فاكتورايز. طب دي هتعملها فاكتورايز ازاي؟ ممكن اعملها فاكتورايز بالكالكوليتر بمود 5 3 او مود 5 5 حسب الكالكوليتر بتاعتي. وهي سهله، هتبقى اكس واكس ال2 هتبقى عباره عن 2 تايمز 1 الكبير بياخد الساين بتاعت النص اللي هي البوزيتيف وده الصغير بياخد الايه؟ النيجاتيف. يبقى كده تمام. او ممكن اعملها بالكالكوليتر بمود 5 3. طيب اتفقنا الاكس اللي بره دايما دي طالما معهاش مش بوزيتيف مش بلس حاجه ولا ماينس حاجه يبقى الاكس اللي بره دي بزيرو على طول. عشان ما نوجعش دماغنا معاه. طيب وطبعا دول بيتعكسوا، معروف ان ده بيتساوي بزيرو فبتبقى الاكس بنيجاتيف 2. وهنا الاكس بكام؟ 1. طيب هاجي بقى انا دلوقتي اقوم عامل ايه؟ انا عندي دلوقتي 3 فاليوز اهو. يبقى انا عندي دلوقتي بقى ادي الزيرو خليه في النص. في عندي هنا نيجاتيف 2، في عندي هنا 1. تمام؟ طيب انا هاجي في الـ في الـ في الفتره بتاعتي طيب طبعا انا بعد ما الاكس اللي بره دي بزيرو ودي بتساوي نيجاتيف 2 ودي بتساوي ايه 1 قمت راسم طبعا الزيرو لو انا جيت حطيت بيه في الداله الاصليه هلاقي الداله عنده غير معرفه فاحنا هنستبعد الزيرو بقى انه نقطه حرجه بس هنستبعده وهنشتغل على ايه نيجاتيف 2 1 هكتب اشاره الداله مثل تخالف مثل هنا موجب هنا سالب هنا موجب ده عظمى دي كده دي تزايديه وهنا تناقصيه وهنا تزايديه بقينا بقت صوره وهنا عظمى ونعوض عند الاكس بواحد والايه؟ والاكس بالقيم اللي طلعت والاكس باثنين ونجيب القيمه الايه؟ العظمى والصوره. لو جه جاب لي ايه بقى؟ مساله مثلا زي دي او قال لي f of x تساوي x power 2 over 5 minus 3x power 1 over 5 انا قلت the power 5 دي انا هبتدي اعمل ايه؟ هفكها الاول يعني انا ممكن اشتقها ايه؟ كمشتقة قوس عليه اس بس يفضل ان انا افكها الاول. طب اما باجي افك دي افكها ازاي اول؟ ادي اف اوف اكس المفروض ان انا بربع الاولاني، بربع الاولاني يعني بعمل الباور بتاعتي دي اعملها تايمز 2. لو انا عملت دي تايمز 2 هيقول لي اكس باور 4 اوفر 5. بربع الثاني ده، اربعه يعني ايه؟ النيجاتيف 3 لو انا عملت لها باور 2 هتديني بوزيتيف 9. طيب وبالنسبه لده الاس بتاعه تعمل تايمز 2، انا لما اربع معناه ان انا بعمل الباور بتاعتي تايمز 2، يعني اعمل 1 اوفر 5 دي تايمز 2 هيقول لي اكس باور 2 اوفر 5. طب في النص بقى بنعمل ايه؟ بنعمل الاول تايمز الثاني تايمز 2. يعني اعمل ده تايمز ده بعد تايمز 2. طب انا لو عملت تايمز 2 الاول هيديني نيجاتيف 6 عشان نيجاتيف 3. طب انا لو عملت ده تايمز ده هيديني ايه؟ بنجمع الباورز بقى. يعني هيبقى ايه؟ 2 على 5 مع 1 على 5 يديني 3 على 5. تعتبر تحولت شكل المساله الثانيه ولكن دي فيها مميزات ان الباورز بتاعتها ايه؟ كلها بوزيتيف. طيب المفروض انا اخد دي ايه؟ لسه انا ما اشتقتش. انا لسه ما اشتقتش. طيب مشتق بقى اف داش اوف اكس، انا كل ده كنت بفك دي. طيب عايز اشتق بقى، طب هشتق ازاي؟
هنا 1 برضو، هعمل 4 over 5 times 1 4 على 5 ودي اكس، هعمل الباور دي ماينس 1 هيقول لي نيجاتيف 1 over 5. طب انا هعمل ده تايمز هيديني نيجاتيف 18 over 5 اكس، هعمل ده ماينس 1 هيديني نيجاتيف 2 over 5. طب انا هعمل 2 over 5 times 9 هيديني 18 over 5 اكس، هنقص من ده وادي يديني نيجاتيف 3 over 5. طيب هبتدي اعمل ايه بقى؟ اخد ده اساوي 0 4 over 5 اكس بار نيجاتيف 1 over 5 يبقى نيجاتيف 18 على 5 اكس باور نيجاتيف 2 اوفر 5. هنا 18 على 5 اكس باور نيجاتيف 3 على 0. طيب انا هلاحظ حاجه، لو انا عملت الحاجات دي كلها ديفايدد 18 على 5 هتكون شايف 18 على 5 عماله تتكرر، وممكن اعمل ديفايدد اصغر واحد اللي هو 4 على 5. وفي ناس يقول لك انا مش هستعجل، مش هستعجل يعني انا عايز اخلص من الفايف اللي تحت دي، يقول لك انا عاملها الاول تايمز 5. لو انا عملت تايمز 5 ده بقى 4 وده بقى نيجاتيف 18 وده الافضل يعني، وده لو عملت تايمز 5 هيديني 18 ايكوال 0، وزيرو مش فارق معايا لانه تايمز 5 بزيرو. طيب يرجع بقى يشوف، والله لو فيها سمبليفاي شويه كمان ده 4 وده 18 وده 18 ينفعوا ديفايد 2 كلهم، صغرها شويه، كل ما صغر المعاملات دي او الكوفيشنز دي يبقى افضل، فده يبقى 2 اكس باور نيجاتيف 1 على 5، ده يبقى نيجاتيف 9 اكس باور نيجاتيف 2 على 5، ده يبقى 9 اكس باور نيجاتيف 3 على 5 ايكوال 0. طب هيبتدي ياخد بقى ايه؟ ياخد كومن. طب هياخد كومن ازاي بقى؟ ده 2 و9 و9 مش هيعرف ياخد بالارقام كومن، هياخد من الاكسات. طبعا هياخد اقل باور فيه. طب انا لما اجي اقارن الباورز كده هلاقي ده اقل باور فيه، لان احنا عارفين ان النيجاتيف عكس البوزيتيف، كل ما بكبر كل ما بصغر، يعني ده كده ايه الباور كيو شكلها كبير فيه على فايف بس هي اصغر واحده عشان بالنيجاتيف. هاخدها كده، المفروض ده بيتعمل ديفايد عليه. انا لو عملت ده ديفايد عليها 2 هتنزل، هاخد اكس هعمل نيجاتيف 1 على 5 ماينس نيجاتيف 3 على 5 هيقول لي 4 على 5. طيب يعني ثانية واحدة، نيجاتيف 1 على 5 ماينس ماينس بوزيتيف هيقول لي 2 على 5. هيقول لي 2 على 5. طيب لو جينا على دي نيجاتيف 9 ولو عملت ده ديفايد ده هيبقى نيجاتيف 2 على 5 بلس 3 على 5 هيقول لي باور 1 على 5. طيب لو جينا على ده الماين تنزل، وطبعا ده ضفيت طه فيها. طيب واحد هيقول لك ايه؟ طب ما احنا ما خدناش ان انا اعمل فاكتورايز للباورز اللي هي 2 على 5 و1 على 5 والكلام ده. بسيطه، طالما ان الباور هنا قد الباور هنا مرتين تعامل معاها عادي جدا على الكالكوليتر كانها اكس بار تاني. يعني هعملها انا على الكالكوليتر كان دي ايه؟ كان دي كانت جايه كده مثلا، كانها كده، كان ده 2 ده 1 عادي جدا، يعني كان دي اكس باور 2 ودي اكس باور 1. طيب الجديد ايه؟ ان انا على الكالكوليتر بتاعتي كنت بعمل ايه؟ كنت بفتح كده وعارف ان بقى بشتغل بموت 5 3 وبفتح قوسين. كنت لما بتبقى 2 كنت انا بعمل ايه؟ كنت بكتب اكس هنا واكس هنا. طب امال ايه الجديد بقى؟ لا هي مش جايه 2 بقى، دي جايه 2 على 5 ودي 1 على 5. طب انت لما كان بتبقى 2 كنت بتكتب اكس هنا واكس هنا، يعني كان اكس باور 1 هنا واكس باور 1 هنا. طب لما اجي على 5 لا خلاص ما تكتبليش بقى اكس باور 1، اكتب لي اكس باور 1 على 5 وهنا اكس باور 1 على 5. بس هي دي الحته الجديده اللي جديده. طيب تعالى بقى دلوقتي ونبتدي نعمل فاكتورايز بالكالكوليتر للموضوع ده. طيب انا لو جيت بصيت عملنا لها مثلا على الكالكوليتر مود 5 3 اضربها بس على الكالكوليتر عندي اهو مود طيب حسب برضو الكالكوليتر بتاعتي 3 وهكتب بقى ايه؟ بكتب 2 ايكوال نيجاتيف 9 ايكوال 9 ايكوال ايكوال قال لي اول اجابه ب 3 احنا قلنا الاجابه اللي بتدالي على الكالكوليتر بعكسها اقول له ماينس 3. طيب ايكوال قال لي تاني اجابه ب 3 على 2 3 على 2 دي معناها ايه؟
معناها لما يقول لي 3 على 2 يعني معناها نيجاتيف 3 على 2. نيجاتيف 3 على 2. يفضل بقى ان انا النيجاتيف 3 هنا واخلي ال 2 هنا، يعني ممكن اكتب الاجابه على طول نيجاتيف 3 على 2 كده، وممكن ايه لو انا بعمل فاكتورايز عادي، بس انا ممكن اشتغلها بالكالكوليتر على طول. يبقى الاجابات اللي تطلع بتتعكس هنا. طيب. طب هي ليه بتتعكس هنا جوه البراكتس؟ عشان هترجع تتعكس تاني بره وتطلع لي الاجابات اللي على الكالكوليتر. طيب. اولا الاكس دي لوحدها هتبقى بزيرو. طيب عندي انا ايه؟ اكس باور 5 ماينس 3 دي هسويها بزيرو المفروض. لو انت سويتها بزيرو ايه اللي هيحصل؟ ودي ال 3 الناحيه دي. يبقى اكس باور 1 على 5 بتساوي 3. طيب انت عايز تشيل الباور 1 على 5 ده. قال لك بسيطه جدا. لو انت في باور عندك وعايز تشيلها من هنا شقلبها وديها الناحيه الثانيه. يعني ايه؟ يعني عايز تخليها اكس بس، اقلب لي دي كده بدل ما 1 على 5 خليها 5 على 1. 3 باور 5 على 1 اللي هي 3 باور 5 اللي هي تديني 243. طيب يبقى انا طلع عندي الاكس بزيرو، عندي اكس ثانيه ب 243. الاكس الثالثه هجيبها ازاي؟ لو انا سويت ده برضو اهو اكس باور 1 على 5 ماينس 3 على 2، او الاجابه اللي كانت طالعه على الكالكوليتر على طول اللي كانت طالعه ب 3 على 2. كانت ممكن تطلع الاجابات اللي كانت طالعه على الكالكوليتر على طول لو مش عايز تعمل الاستيب دي حتى. خد باور بقى ايه؟ شقلب الباور وديها هنا باكس ايكوال 3 على 2 باور 5 اللي هتطلع لك 243 اوفر 32. بس هي دي الكريتيكال بوينتس بتاعتي اللي هي دي ودي والزيرو. لو انا بصيت الزيرو مش هينفع. ايه بقى؟ هنا كام عندنا؟ لا هنا الباورز بوزيتيف الزيرو ممكن يعتبر كريتيكال بوينت عندي. الزيرو يعتبر كريتيكال بوينت عندي. طيب فانا عندي بس الزيرو ما ينفعش تعوض بيه فين؟ ما ينفعش تعوض بيه في المشتقه الاولى. فلذلك احنا هنستبعد الزيرو، فهنشتغل على مين؟ هنشتغل على الاثنين دول. وهنعمل برضه نفس الحركه بتاعت سيم اوبوزيت سيم او مثل تخالف مثل، ونجيب القيم العظمى والصغرى بتاعتي، ونبقى كده خلصنا المساله.